الدوال الرابع، ادرس تغيرات كل من الدوال التالية ونظم بها جدول واستنتج المستقيمات المقاربة للخط سي للدالة الموازية للمحاور الإحداثية، ودل على القيم الكبرى والصغرى المحلية إن وجدت، ثم بين فيما إذا كان للدالة قيم كبرى أو صغرى شاملة. لدينا الدالة الأولى، الدالة الأولى fx التي تساوي ناقص x أس 5 زائد 5 على 3 x مكعب ناقص كثيرة حدود من الدرجة الخامسة. إذن fx التي تساوي ناقص x أس 5 زائد 5 على 3 x مكعب ناقص 2. سوف ندرس تغيرات هذه الدالة وننظم بها جدول ونستنتج المستقيمات المقاربة ونعين القيم الكبرى والصغرى. بداية مجموعة التعريف، هذه الدالة ما هي مجموعة تعريفها؟ معرف يعني ناقص لا نهاية لزائد لا نهاية. أحسنتم جميعا، إذا دي اف هي ار من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، ولأنها دالة كثيرة حدود معرفة ومستمرة وقابلة للاشتقاق على كل ار. أقول الدالة مستمرة واشتقاقية على مجموعة تعريفها اللي هي ار من ناقص لا نهاية حتى الزائد ما لا نهاية. لأوجد النهايات، انظر راح أخذ النهاية عند الناقص لا نهاية وراح أوجد النهاية عند الزائد لا نهاية. عند الناقص لا نهاية راح أخذ الحد الأعلى فقط، جميعنا يعلم نهاية كثيرة حدود عند اللا نهاية هي نهاية الحد الأعلى، لذلك نهاية fx لما x تسعى إلى الناقص لا نهاية هي نهاية ناقص x أس 5، أليس كذلك؟ نهاية كثيرة حدود عند اللانهاية هي نهاية الحد الأعلى، الناقص ليس لها علاقة، ناقص لا نهاية أس 5. أريد الإجابة. ناقص لا نهاية. ممتاز. بناقص تماما. عدد سالب مرفوع لأس فرد الناتج سالب، أنا حصلت على ناقص بناقص لا نهاية السالب بالسالب موجب، يعني زائد لا نهاية. النهاية لا نهاية عند اللانهاية لا يوجد مقارب. لأوجد النهاية عند الزائد لا نهاية، نهاية fx لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية هي نهاية ناقص x أس 5 لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية. الناقص ليس لها علاقة بالتعويض، هاي الناقص الموجود هون طلاب، لاحظ زائد لا نهاية أس 5 زائد لا نهاية، حصلت على ناقص الزائد لا نهاية والتي تساوي قديش؟ ناقص لا نهاية. ممتاز. والتي تساوي ناقص لا نهاية، النهاية لا نهاية عند اللانهاية لا يوجد مقارب. لأوجد الآن الدالة المشتقة، نعم لأوجد الدالة المشتقة الفتحة X والتي تساوي، انظروا جميعا مشتق ناقص X أس 5 هي ناقص 5 X أس 4 قوي 4 زائد الخمسة على ثلاثة ليس لها علاقة بالاشتقاق، خمسة على ثلاثة بثلاثة إكس مربع مشتق اثنين صفر، ثلاثة بالبصمة على ثلاثة بالمقام راحت، صفت عندي ناقص خمسة إكس أس أربعة زائد خمسة إكس مربع، نعم ناقص خمسة إكس أس أربعة زائد خمسة إكس مربع. خلوني أخرج الخمسة إكس مربع عامل مشترك، خمسة إكس مربع طلعت عامل مشترك فتحت قوس، ناقص خمسة إكس أس أربعة على خمسة إكس مربع قديش؟ ناقص إكس مربع. ممتاز. خمسة إكس مربع على خمسة إكس مربع واحد. واحد. أحسنتم، يعني أكتب خمسة إكس مربع ب واحد ناقص إكس مربع، هاي مين هاي؟ الفتحة إكس. إذن المشتق هو خمسة إكس مربع بواحد ناقص إكس مربع. إذن لاحظ الفتحة إكس والتي تساوي خمسة إكس مربع بواحد ناقص إكس مربع. منعدم الفتحة إكس نعم، إذن لاحظ كتبت أنا المتطابقة الموجودة هون طبقتها، فرق مربعي عددين كتبتها بالشكل 5x مربع ما لها علاقة بواحد ناقص x بواحد زائد x، ما في مانع. انظر الآن الفتحة x يساوي صفر وعليه المقدار 5x مربع
بواحد ناقص إكس بواحد زائد إكس يساوي صفر، إما هذا المقدار يساوي صفر أو هذا المقدار يساوي صفر أو هذا المقدار يساوي صفر. يعني أنا عمليا بدي أحصل على ثلاث حلول، إما 5x مربع يساوي صفر وعليه x يساوي صفر، إما 5x مربع يساوي صفر هذا يؤدي x يساوي صفر، هذا حل مضاعف أو مكرر مرتين، وعليه f الصفر قديش تساوي؟ ما بننسى الدالة fx كانت ناقص x أس 5 زائد 5 على 3 x مكعب ناقص 2. نعم لاحظ F الصفر هي ناقص 2 أو الواحد ناقص X يساوي الصفر وعليه X يساوي الواحد. نعم وعليه X يساوي الواحد، صورة الواحد F الواحد تساوي منعوض هون واحد أس 5 بالناقص ناقص واحد 5 على 3 بواحد، يعني ناقص واحد زائد 5 على 3 ناقص 2 بوحد المقامات على 3 ناقص 3 على 3 زائد 5 على 3 ناقص 2 ناقص 3 على 3 ناقص 6 على 3 ناقص 9 على 3 زائد 5 على 3 ناقص 4 على 3. هذه صورة الواحد أو القوس الثالث بدي يساوي الصفر، 1 زائد X يساوي الصفر وعليه X يساوي الناقص 1، صورة الناقص 1 قديش؟ F الناقص واحد تساوي ناقص 8 على 3. خلوني أحسب صورة الناقص واحد، ناقص واحد أس 5 ناقص واحد بالناقص زائد واحد زائد 5 على 3 بناقص واحد للتكعيب، يعني 5 على 3 بناقص واحد ناقص 5 على 3 ناقص 2 بوحد المقامات، 3 على 3 ناقص 5 على 3 ناقص 6 على 3 ناقص 5 على 3 ناقص 6 على 3 ناقص 11 على 3 زائد 3 على 3 ناقص 8 على 3. عبارة عن عمليات حسابية. نعم إذا فتحة X انعدم ثلاث مرات عند الصفر وعند الواحد وعند الناقص واحد. إشارة فتحة X، انظر إلى صيغة المشتق فتحة X، هي 5X مربع بواحد ناقص X مربع. من الواضح أنه 5 X مربع هذا موجب دوما بسبب التربيع، هذا موجب دوما بسبب التربيع أليس كذلك؟ وعليه أستطيع القول أن إشارة الفتحة هي من إشارة من؟ القوس 1 ناقص X مربع. أحسنتم. نعم إذن وعليه إشارة الفتحة من إشارة القوس 1 ناقص X مربع. لاحظوا طلاب أنا إذا بدي أدرس إشارة الواحد ناقص X مربع، هاي X وهاي واحد ناقص X مربع، مجال الدراسي من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، هذا المقدار انعدم مرتين، أول مرة انعدم عند الناقص واحد وثاني مرة انعدم عند الواحد، بين الجذرين يخالف يعني موجب وخارج الجذرين يوافق، وعليه يكون جدول التغيرات لهذه الدالة. طبعا راح انقل السطر السطر الإشارة انعدم عند الصفر. نعم انعدم عند الصفر، ساوى الصفر عند الصفر ولكن لم تؤثر على الإشارة. انا معك ساوى الصفر عند الصفر، فيك تحط الصفر هون لا مانع، لا مانع ان تضع الصفر ولكنها لم تؤثر على الإشارة. خليك معي، ساوى الصفر عند الصفر ما في مانع نحط الصفر ولكن لم تؤثر على الإشارة. لماذا؟ لأن 5X مربع دائما موجب جدول التغيرات. لاحظوا طلاب من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، الفتحة X انعدم عند الناقص واحد وعند الواحد، بين الجذرين موجب وخارج الجذرين سالب، النهاية عند الناقص لا نهاية زائد لا نهاية، والنهاية عند الزائد لا نهاية ناقص لا نهاية، صورة الناقص واحد ناقص 8 على 3 وصورة الواحد ناقص 4 على 3. نعم بنمشي على رأي زميلنا، شغله جيد مو غلط. أضع هنا فتحة X كمان ساوى الصفر عند الصفر، صورة الصفر قديش طلعت معي؟ ناقص 2. تمام خلوني أضع هون الناقص 2
ما في مانع. لاحظ من ناقص 8 على 3 إلى ناقص 2 في تزايد، أليس كذلك؟ لأنه ناقص 8 على 3 أصغر من ناقص 2، ناقص 2 ناقص 6 على 3، من ناقص 8 لناقص 2 في تزايد، من ناقص 2 للناقص 4 على 3 أيضا في تزايد تماما. لاحظ هون الصفر لم تؤثر على الإشارة، لذلك ما وضعناها. نعم هذه ليست قيمة حدية. هلق رح سميلكم إياها نقطة تسرج. نعم انظروا جميعا طلاب، هذا جدول التغيرات الموضح بهذا الشكل، وعليه من يقول لي القيم الحدية هون؟ F ناقص 1 تساوي ناقص 8 على 3 قيمة صغرى محلية، F زائد 1 تساوي ناقص 4 على 3 قيمة كبرى محلية. ممتاز، أحسنتم جميعا. من جدول التغيرات أجد أن F ناقص 1 مثل ما قالت زميلتنا، والتي تساوي ناقص 8 على 3 قيمة صغرى محلي. انظر كيف أن الدالة تناقصت ثم تزايدت في جوار الناقص 1، أو كان المشتق قبلها سالب بعدين صار موجب. نفس وكذلك الأمر F الواحد والتي تساوي ناقص 4 على 3 هي قيمة كبرى محلية، تزايدت الدالة لحتى وصلت الناقص 4 على 3 ثم تناقصت، كانت موجبة بعدين صارت سالبة. نعم وأسمي النقطة F الصفر تساوي ناقص 2 ماذا؟ نقطة نقطة تسرج. تماما، وأسمي النقطة F الصفر تساوي ناقص 2 نقطة تسرج. وأسمي النقطة F الصفر تساوي ناقص 2 نقطة تسرج لهذه الدالة. هذه ليست قيمة حدية. نعم لاحظوا طلاب، أنا لم أشركها في جدول التغيرات ولا أشركها في الإشارة. لو أشركناها في الإشارة وفي جدول التغيرات لا مانع، والكلام يصبح صحيح. نعم توضحت الفكرة طلاب؟ هل أحد لديه سؤال حول هذا التمرين؟ أستاذ يعني بنسميها قيمة نقطة تسرج لما ما بيكون لها قيمة حدية؟ نسميها نقطة تسرج لما المشتق ما بيغير إشارته عندها، والدالة ما بتغير من تزايدها أو تناقصها. لاحظي الدالة تزايدت وصلت إلى الناقص 2 ثم تابعت تزايدها، المشتق موجب عند الصفر وتابع أنه موجب. نعم هذه تسمى نقطة تسرج ليست نقطة حدية. المشتق لم يغير إشارته عندها، وبنفس الوقت الدالة لم تؤثر على تزايد أو تناقص الدالة. توضحت؟ أستاذ يعني هاي النقطة ما بتأثر على المشتق خالص؟ ما بتأثر على المشتق. لاحظي 5x مربع موجب، الله يعافيكم، 5x مربع موجب لا تؤثر على إشارة المشتق. لدينا أيضا لدينا الدالة الثانية fx التي تساوي لوغاريتم x مربع ناقص 4x، أيضا يريد دراسة تغيرات هذه الدالة وتنظيم بها جدول واستنتاج المستقيمات المقاربة وتبيان فيما إذا كان لهذه الدالة قيم صغرى محلية وهل لهذه الدالة قيم شاملة. طبعا طلاب هذه الدالة معرفة، لما x مربع ناقص 4x أكبر تماما من الصفر لحل المتراجحة ندرس إشارة المقدار x مربع ناقص 4x، وعليه نحل المعادلة x مربع ناقص 4x يساوي الصفر. راح تنعدم عند الصفر وعند الأربعة، وراح تكون الإشارة بين الصفر والأربعة سالب، ومن ناقص لا نهاية حتى الصفر موجب، ومن الأربعة حتى زائد لا نهاية موجب، بينما بين الصفر والأربعة سالب، وعليه مجموع التعريف هذه الدالة. هذا الكلام كلكم بتعرفوه في إيجاد مجموع التعريف. مجموع التعريف هذه الدالة من ناقص لا نهاية إلى الصفر المفتوح اجتماع من الأربعة المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية. إذن DF هي من ناقص لا نهاية حتى الصفر المفتوح اجتماع من الأربعة المفتوح حتى زائد لا نهاية. طلاب هون أنا عندي على محور الأعداد الحقيقي بين الصفر والأربعة، هذه هنا على هذا المجال لا يوجد تعريف، على هذا المجال لا يوجد تعريف لهذه الدالة، وهذه الدالة مستمرة واشتقاقية على مجموع التعريفة. نعم دالة لوغاريتمية F
مستمرة واشتقاقية على مجموعة تعريفة، في ناس بتقول مستمرة واشتقاقية على المجالين من ناقص لا نهائي حتى الصفر المفتوح، والمجال من الأربعة المفتوح حتى الزائد ما لا نهائي. طلاب أنتم بتعرفوا ليش أخذنا المجال مفتوح، أليس كذلك؟ لأن اللوغاريتم معرف. نعم أستاذ. لما يكون ما داخله أكمل تماما. تماما، لأنه لوغاريتم. لو كان جذر تربيعي بدل لوغاريتم كان المجال صار مغلق. افرزوا بين هاتين المعلومتين. الآن لأوجد النهايات، راح أوجد النهاية بداية عند الناقص لا نهاية. انظر نهاية fx لما x تسعى إلى الناقص لا نهاية، طبعا النهاية بكل لباقة بتدخل إلى داخل اللوغاريتم. أقول نهاية fx لما x تسعى إلى الناقص لا نهاية هي لوغاريتم لنهاية x مربع ناقص 4x. لما النهاية دخلت إلى ما داخل اللوغاريتم تواجهت بدالة كثيرة حدود، ولأن X تسعى إلى اللانهاية تلقائيا بتأخذ الحد الأعلى. يعني أكتب لوغاريتم نهاية X مربع لما X تسعى إلى الناقص لانهاية، أنا تجاوزا كتبت لوغاريتم الزائد لانهاية، يعني هون النهاية قيمتها زائد لانهاية. نهاية لوغاريتم مقدار لما المقدار يسعى إلى الزائد لانهاية كتبتها لوغاريتم الزائد لا نهاية، والتي تساوي الزائد لا نهاية. لا نهاية عند اللا نهاية لا يوجد مقارن. لأخذ النهاية هون طلاب عند الصفر هون إجباري، عند الصفر رح نأخذها بقيم أصغر. تماما، نهاية fx لما x تسعى إلى الصفر بقيم أصغر، أنا رح عوض، يعني عمليا أنا تعويضي هي عملية إدخال النهاية لما داخل اللوغاريتم. لوغاريتم لي صفر للتربيع صفر، ناقص أربعة بصفر صفر، هي عملية إدخال النهاية، هي عملية التعويض بكل صراحة. صفر ناقص صفر صفر، وهذا الصفر هو صفر موجب، وهذا الصفر هو صفر موجب. نعم، ليش هذا صفر موجب؟ لأنه عند دراسة الإشارة هذا المقدار أو هذا الصفر يكون في المجال الموجب. أنتوا تلقائيا مجرد موجود داخل اللوغاريتم تلقائيا ضعوا لي صفر موجب. لوغاريتم الصفر الموجب يعني نهاية لوغاريتم الإكس لما إكس تسعى إلى الصفر بقيم أكبر قديش؟ ناقص لا نهاية. تماما، لوغاريتم الصفر الموجب في الناقص لا نهاية، وعليه النهاية لا نهاية عند نقطة. أقول المستقيم الشاقولي دلتا نقطتين X يساوي صفر، مقارب شاقولي للخط C، والخط على يسار المقارب لأننا انتهينا عند الصفر من اليسار. بأخذ النهاية عند الأربعة من الأعلى. نعم، لاحظ نهاية FX لما X تسعى إلى الأربعة بقيم أكبر، أنا عوض التعويض. لاحظوا طلاب لوغاريتم 4 للتربيع 16 ناقص 4 في 4 16، يعني لوغاريتم 16 ناقص 16، 16 ناقص 16 صفر، وهذا صفر صفر موجب. لوغاريتم الصفر الموجب ناقص لا نهاية، نهاية لوغاريتم X لما X على صفر بقيم أكبر تساوي ناقص لا نهاية. وعليه أقول وعليه أقول دلتا نقطتين X يساوي صفر، مقارب شاقولي يساوي أربعة. ممتاز، دلتا نقطتين X يساوي الأربعة، مقارب شاقولي للخط، والخط على يمين المقارب. يمين المقارب على يمين المقارب أنه بقيم أكبر. دلتا نقطتين X يساوي الأربعة، مقارب شاقولي للخط، والخط على يمين المقارب. بقت عندي أخذ النهاية عند الزائد لا نهاية. نهاية fx لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية هي نهاية لوغاريتم x مربع ناقص 4x. النهاية تلقائيا دخلت إلى داخل اللوغاريتم، أخذت الحد الأعلى، يعني لوغاريتم نهاية x مربع زائد لا نهاية للتربيع زائد لا نهاية. لوغاريتم الزائد لا نهاية قديش؟ زائد لا نهاية. ممتاز، وعليه لا نهاية عند اللا نهاية لا يوجد. بعد ما أخذت النهاية الطلاب هلق راح اشتاق
فتحة x تساوي كيف أشتق الدالة اللوغاريتمية؟ مدخل مدخل x ناقص x على x مربع ناقص 4x. ممتاز. مشتق الداخل لوغاريتمي، مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل لوغاريتم، ما داخل لوغاريتم هو x مربع ناقص 4x، مشتق x مربع 2x ناقص مشتق 4x 4 على ما داخل لوغاريتم x مربع ناقص 4x. إذن الفتحة، إذا قلنا f اشتقاقي، نعم هذا كلام ذكرناه من البداية، الفتحة x 2x ناقص 4 على x مربع ناقص 4x، بنعدم المشتق، الفتحة x يساوي صفر وعليه البسط بده يساوي صفر، أليس كذلك؟ متى ينعدم الكسر؟ ينعدم الكسر عندما ينعدم البسط. نعم عندما ينعدم البسط تماما. 2x ناقص 4 يساوي صفر، معادلة بمجهول من الدرجة الأولى، 2x يساوي 4 وعليه x يساوي 2. منتفاجأ أنه هذا 2 اللي أنا حصلت عليه لا ينتمي إلى مجموعة، ينتمي إلى مجموعة تماما. 2 اللي أنا حصلت عليه لا ينتمي إلى مجموعة التعريف، يعني لا أستطيع أخذ صورته باعتبار 2 لا ينتمي إلى مجموعة التعريف، أنا لا أستطيع أخذ صورته. نعم هلق بعد ما عدمنا المشتق، إشارة الفتحة من إشارة مين؟ من إشارة البسط، لأن المقام موجب بسبب اللوغاريتم، لأنه في ترمينال، لأن المقام موجب بسبب اللوغاريتم. إشارة الفتحة من إشارة البسط لأن المقام موجب بسبب اللوغاريتم. بنعمل جدول إشارة للبسط x، وهون 2x ناقص 4، لاحظوا من ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية، إشارة الفتحة من إشارة البسط، البسط ساوى الصفر عند 2، أليس كذلك؟ قبل 2 كان سالب تخالف إشارة أمثال X، وبعد 2 كان موجب توافق إشارة أمثال X. هذا الجدول راح قص منه مجال الدراسي، مجال دراسي من ناقص لا نهاية حتى الصفر، اجتماع من 4 للزائد لا نهاية، المنطقة بين الصفر والأربعة، هاي المنطقة لا تنتمي إلى مجال الدراسي، أليس كذلك؟ معناته على المجال من ناقص لا نهاية حتى الصفر ماذا يكون المشتق؟ أريد الإجابة، مجال سالب متناقص، سالب ناقص. على المجال المشتق سالب، الدالة راح تكون متناقصة، وعلى المجال من الأربعة حتى الزائد لا نهاية يكون المشتق موجب، المشتق موجب واللازم تزايدي تماما. هلأ راح نفذ أو راح ننظم جدول التغيرات، لاحظوا طلاب راح ننظم جدول التغيرات، لاحظ X الفتحة X F X مجال الدراسي من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، طبعا من الصفر حتى الأربعة لا F ولا F فتحة، طبعا ما في دراسي، مجال الدراسي غير موجود، من أعلى المجال من الصفر حتى الأربعة، النهاية عند الناقص لا نهاية قديش طلعت معنا طلاب؟ النهاية عند الناقص زائد لا نهاية، زائد لا نهاية، والنهاية عند الزائد لا نهاية زائد زائد لا نهاية، والنهاية عند الصفر بقيم أصغر ناقص لا نهاية، والنهاية عند الأربعة بقيم أكبر قديش؟ ناقص لا نهاية المشتق إشارته من إشارة البسط من ناقص لا نهاية حتى الصفر كان البسط سالب، يعني هذا الكلام نقلته إلى السطر الثاني، نعم من ناقص لا نهاية حتى الصفر البسط سالب، المشتق سالب، وعلى المجال من أربعة للزائد لا نهاية البسط موجب، يعني المشتق موجب. موجب. موجب لما يكون المشتق سالب الدالة متناقصة، ولما يكون المشتق موجب الدالة متزايدة تماما، أليس كذلك طلاب؟ لو أنا أمعنت النظر في جدول التغيرات هل أجد قيم كبرى أو صغرى شاملة أو محلية أو إلى غير ذلك؟ لا يوجد قيم، لا يوجد قيم أحسنتم جميعا،
لا يوجد أي قيم، لأن جميع القيم الموجودة في السطر الثالث من جدول التغيرات هي نهايات وليست صور. إذا من جدول التغيرات نجد أنه ليس للدالة قيم كبرى أو صغرى، لا محلية ولا شاملة.